احنا هذه 3 سنين حكومه عمرها دابا 3 سنين سو لو بلان اغريكول 3 سنين ديال الجفاف اللي معموم تشاف واللي حتى هذه السنه بالنسبه للحبوب غادي تكون سنه صعيبه بزاف والغالب الله. ولكن بلي كتكون 3 سنين ديال الجفاف متابعه اللي هي اكثر من السنوات ديال التسعينات اللي كانت دابا 3 سنين ديال هذه الحكومه ولكن قبل مع الحكومه الاخرى واحد العامين اخرى دونك هاد لي ديفيكولتي اللي كاينين وهاد الامكانيات كيخليو انه بلي كيجي داك السيد يحسب ويمشي للبلاصه ديال الزيتون ويقول لي واش عندك واش لاكتيفيتي كاينه وما كاين زيتون وما كيخدمش صافي ديال راه كاين الشوماج دونك هاد 200 الف سنويا اللي مشات لينا ديال العمال في سميتو اما شي لاخر كله بخير اون كريي 600000 امبلوا 600000 امبلوا اللي تزاد وكاين واحد لي زوتو امبلوا اللي كانوا ما كيتخلصوش مزيان وهما هاو ديال سميتو دازو يعني لا سي ان اس اس ودازو هذا دونك تحسنات الوضعيه ديالهم ولكن المساله الفلاحيه حنا دعوا معنا كلكم بالشتاء وبالخير ان شاء الله يا ربي امين لانه هذيك غادي تحل لنا مشاكل كبيره هذيك 200 الف في عام عامين هذيك 600 الف يمكن لنا نرجعوها ولكن الى ما كايناش نتمنى على الله تكون بقاو متفائلين نتمنى على الله على اي البرامج الحكوميه الاستراتيجيات اللي كاينه الصناعه التجاره سيرفيس لي زوتيل يعني السياحه الاختزانه كل شيء يشتغل وكل شيء طالع كل شيء طالع دابا بلي كتاخذوا داك لو شيفر شدوه وحلوه كتلقى الفلاحه يا اشكاليه واشكاليه ديال الفلاحه هي اشكاليه ديال الماء هي اشكاليه بالخصوص ديال الماء